بينما تقترب ساعة الحسم في بريطانيا في واحدة من أهم الانتخابات التي مرت عبر تاريخها، يبدو أن السيناريو الأقل احتمالاً هو فوز أحد الحزبين التقليديين بالأغلبية الكافية لتشكيل الحكومة، ليبقى الاحتمال الأبرز بتحالف بين المحافظين والليبراليين الديمقراطيين كما هو حاصل في الحكومة الحالية، أو نجاح حزب العمل في تشكيل ائتلاف مع الخضر. أما الحزب القومي الإسكتلندي الذي يسيطر على شمال البلاد، فقد أعلنت زعيمته أن أي حكومة قادمة ستفقد شرعيتها إذا لم تحصل على الدعم الكامل من اسكتلندا. تصريحات اعتبرها البعض نارية لوجود خلاف بين الحزب الإسكتلندي وحزب العمال حول ميزانية البلاد، بالتزامن مع تأكيد الحزب على عدم أحقية كاميرون بحكم اسكتلندا في حال فشل في استقطاب مؤيدين لحزبه من شمال البلاد. ورغم هذه التجاذبات، فإن مسألة خروج بريطانيا من منطقة الاتحاد الأوروبي أصبحت القضية التي تؤرق الساسة ورجال الأعمال، فالمحافظون وحزب استقلال بريطانيا وعدوا في حالة الفوز بإجراء استفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2017، كما وعد كاميرون بأن يقطع الحزب العلاقة مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مما سيحرر المحاكم البريطانية من الالتزام بالتبعية للمحكمة الأوروبية. وعلى النقيض، اعتبر حزب العمال أن علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي طبيعية، مؤكداً أن مسألة التخلي عن أي سلطة جديدة ستخضع إلى استفتاء عام، في حين تحظى اتفاقية التجارة الحرة الأطلسية بتوافق بين المحافظين والليبراليين وحزب اسكتلندا بمباركة من حزب العمال نظراً لفوائدها الاقتصادية لبريطانيا بشرط الالتزام بمبادئ حماية المستهلك الأوروبي وحماية البيئة. أما الأحزاب الأقل تأثيراً في الشارع البريطاني فهي التي تقود حملة ضد هذه الاتفاقية التي تعتبرها مضرة بالبيئة وتصب في مصلحة الأثرياء وتزيد من هيمنة أمريكا على اقتصاد بريطانيا.